السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي مشاهدين ومتابعين قناة عبدو عبدالله في كل مكان. تحياتي لحضراتكم. بعت لي صديق من القاهرة اسمه الأستاذ محمود بيقول لي لو سمحت أنا عايزك تطعم التطعيمة بالسلك، عايز أشوفني وأنا بطعمها بالسلك على المية. الأستاذ محمود من القاهرة الظاهر عليه إن هو مشترك جديد في القناة، متفرجش علينا قبل كده، وإحنا عندنا قناة اسمها محمود اسمها جاهز إدتك عامل فيها برضه الطعم. السلك عبارة عن سلك اللي بيبقى في قلب السلك الدش اللي احنا بنستعمله ريشة للغل، في قلبه بيبقى السلك ده، بتعمل له حته كده تتنع تبقى زي الشنكل، وتجيب الايه؟ الحبادي اللي هنا كده في الوسط كده. طبعا حضرتك معدي الخيص مش في الشنكل عشان انت فيها كده. طبعا انا بطعم كام حبايه برضه عشان ما تكونش على حضراتكم المقدمه. بطعم حضرتك 10 حبايات 8 حبايات 9 7 لغايه 5 كده. تبقى زي ما حضرتك شايف كده مطول الوش في القرمة، يعني مطولها جامد علشان الكراكات لسه معدية ومهيجة العفش في المية، فلما تطول حضرتك الترمينة، هو الترمينة المفروض تكون 60 سنت ولا 70 سنت ولا نص متر، بس انا مطولها لسبب علشان خاطر العفش بيخبي الطعمة، فعلشان كده انا مطول الترمينة. حضرتك عملت السبحة كده يا استاذ محمود تمام، بتيجي الاخر وتروح عامل القفلة دي. طبعا الشغل ده بيحتاج مدور، ما دام حضرتك اشتغلت بسلك بيبقى فيه مدور راكب في الشعر الاساسي، بحيث ان حضرتك مش كل شويه تعمل خي، تروح مرجع دي عليها يا استاذ محمود كده، اصبح التطعيمه اهي السبحه اهي، سبحه جميله وحلوه فيها دي شرده برضه شويه نشيلها. تمام كده يا جماعه تمام. تعديها بقى حضرتك تشيل السلك ده اهو. معلش الناس القديمه عارفين ان النظر مش بيش. تروح جاي معدي الخيه من الخيه، هو يفضل الواير يفضل الميدور واير ايه بس انا بقول ايه يفضل الميدور. اللي بياكل يا جماعه تطعيمه العنب ديت بنسبه كبيره الجنيه، وبعد كده بياكلها القرموط. تروح حضرتك معداك، بس زي ما قلت لحضرتك يفضل الميدور، لان المدور بقى بتشنكل ديف دي على طول. تمام كده يا استاذ محمود تمام يا جماعه تمام. الرميه زي ما قلنا قبل كده بترمي في اتجاه مشي الميه بزاويه 45. زي ما قلت لحضراتكم انا مطول الترميله شويه القرمه شويه علشان خاطر الكراكات كانت هنا ومهيجه العفش. طيريالك وبتتكل على الله. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده اي سمكه بتخش على عنب عشان العنب تطعيمها طريه بتضرب نفسها او بنسبه كبيره، يعني بتبين قدام حضرتك كده. ده قلنا يا جماعه نهاركم زي العسل. كبيره دي ولا ايه؟ لا لا ده شكله قرموط دي. امبارح انا كنت هنا كان معايا منصور خدت قرموط حضراتكم هتشوفوه، والنهارده برضو خدت قرموط اللي حضراتكم شفتوني رامي العود، ورحت نشرب كوبايه شاي مع رضا هناك تحت التوت مع الشيخ عبد الرحمن، جينا لقيناه في العود في العود ضارب نفسه. ظاهره غريبه يعني، بعد ما المفروض ان هي كل ما الجو يبرد كل ما البنيه تسخن تاكل اكتر، النهارده مفيش ضرب ولا بنيه
وقرموط امبارح وقرموط النهارده حاجه يعني انا مش عارف ده حاجات ما يعلمهاش الا ربنا، ولكن احنا اللي بيطلع بنصوره لحضراتكم. القرموط اهو السناره معديه منين. بص حته من شنبه اهي، شوف الشعر بيجري فيها سبحان الله. يعني بشوف لو الواحد اتك عليه شويه كان فك. صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. رميت رميت حلوة حلوة في الزبادي. عفريت عفريت يا ولد تعال يا سابع. يا ولد كورة حلو صراحة النبي يا ولد. صلي يا ولد على الصلاة والسلام. صلي يا ولد. ايه كده يا ولد؟ الشط عامل ازاي؟ هنعرف الا من تحت بس. صلي يا ولد. انا عتريس. انا بلوى سياحة. انا بلوى سياحة. يا مان بارك الله في مرزق الجماعة صيادين العنب. يا جماعة اللي بينزلوا على ترعة النوبارية بعد التطهير البنية كاملة، علشان احنا زي ما حضراتكم شفتوا يومين خدنا القرموطين اللي حضراتكم شفتوهم دول. فحضرتك تهدى شوية لغاية ما الماية تستقر، وان شاء الله هترجع البنية تاكل وهتاكل احسن من الاول. وفي اخر الفيديو بشكركم على المتابعة ومعايا في الفيديو.